مفردات وعبارات مدموجة بالخط العربي ترسم أجمل اللوحات في معرض حروفيات للفنان التشكيلي عبد الرحيم شبار في دار الأسد للثقافة والفنون من لاذقية. عدة رسائل من كل لوحة، من كل إبداع قام به هذا الفنان، ومثلا على سبيل الذكر هناك تركيز على عملية إحياء وتمكين اللغة العربية والخط العربي الجميل من خلال كل لوحة. هناك أيضا توثيق لنتاجات أدبية وفنية رائعة لعمالقة في الأدب والفن بشكل عام. في فكرة كثير جميلة هو تشكيل الخط العربي مع الرسومات ومع توثيق لعمالقة، مجموعة من العمالقة مثل صباح فخري، فيروز، رسم بالخط. فكتير الفكرة مميزة ونحن بحاجة كتير عن جد بلادي ليكون في هيك تجارب وهيك معارض. اللي بيفاجئك بهدون اللوحات بس تقربي على الملامح، كيف قادر يجيب النظرة، كيف قادر يطلع شكل العين، شكل البؤبؤ. واللي بيفاجئك أكثر كمان أنه هو مستخدم مفردات وكلمات أغانيهم أو كلمات أشعارهم مثل محمود درويش مثلا. كتير العمل فيه جهد، دامج كتير شغلات مع بعض. هلأ الأسلوب نفسه التكرار هو الحلو، يعني صار هوية فنية لإله، بس كتير منوع بالألوان بالفضي والذهبي بطريقة كتير وازنة وصحيحة. حتى في أساليب جديدة عم يتبعها بالأحرف العربية، عم يدمج الفن مع الخط. حروفيات تجربة أولى تعكس العديد من الرسائل الأدبية الفنية والتاريخية وتبدع في خلق لوحات فنية بالخط العربي.